دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين ومعاكو، فجأة الشواه جاكو، طب ايه كان وداكو؟ ايه الاغنيه الفظيعه اللي عاملها بهاء سلطان دي؟ عزيز الشافعي لحن، وجلال الحمداوي ماستر الصوت وماستر المزيكا والتوزيع النظيف. دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين وياكو. تعالوا نخش في التفاصيل بتاعت الاغنيه دي ونشوف السلطان بهاء عامل ايه. اللايك الجميل والاشتراك الاجمل لو لسه ما اشتركتش، وتابع معايا التفاصيل. ودلوقتي عجبناكو، دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين ومعاكو، فجأة الشواه جاكو، طب ايه كان وداكو؟ اللحن اللي عامله عزيز الشافعي بطريقة سهلة ممتنعة بسيطة على الودن، تتحب وتتسمع وتسلطن وتمزج. وطبعا صوت بهاء سلطان دي إضافة جامدة جدا على اللحن وعلى مقاسه. عزيز الشافعي ده ملحن أستاذ، بيدي المطرب تفصيلة بتاعته هو بس. لما بيجي يلحن لسعد المجرد بيديله تفصيلة بتاعته، عدى الكلام، الحلق اللي عامل قلق، تفصيلة بتاعت سعد المجرد. لما جاء لحن لبهاء سلطان فصل له حاجة هي بتاعته، مقاسه. دلوقتي عجبناكو بهاء سلطان أبدع فيها بصراحة، تميز ورجوع قوي جدا. المشاهدات ما شاء الله في أول 5 دقايق يمكن مشاهدات ضخمة جدا. أغنية فعلا أنصحكو تسمعوها مرة واثنين وثلاثة عشان تستمتعوا بيها من أول دخول المزيكا. جلال حمداوي عامل شغل، أحمد عادل عامل شغل، موزعين كبار جدا وليهم بصمات في السوق، والشغل مع بهاء سلطان شغل مميز وشغل احترافي. هسيبكوا دلوقتي مع أغنية دلوقتي عجبناكو بهاء سلطان، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الأغنية من ناحية اللحن والكلمات والتوزيع وأداء بهاء سلطان. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تحياتي لكم من قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.